انا مصطفى جمال، باحث سياسي وعضو المكتب التنفيذي في اتحاد شباب الثوره. كلمنا اكتر عن رفضك لقانون التظاهر، هل هو رفض كامل للقانون اي تعديل ام التعديلات؟ هو يعني موقفي الشخصي وموقف الاتحاد يعتبر رفض كامل، لان احنا بنرفض الثلاث محاور بتاعه القانون: المحور الشكل والمضمون والمحور السياسي ومردود القانون سياسيا. من حيث الشكل، احنا قلنا قبل كده ان القانون دوت الحكومات الانتقاليه ما بتصدرش قوانين حقوقيه بتمس حقوق الانسان. الحاجه الثانيه ان حقوق الانسان لما بيصدر لها قانون بيصدر قانون ينظم، مش قانون يحدد، بينظم بس ازاي الحق ده يتنفذ، لكن مش بيدي صلاحيات لحد يمنعه او يأجله او ينقله او يتحكم فيه. دول ده من حيث الشكل. من حيث المضمون، عندنا الفاظ كتيرة في القانون معترضين عليها. لفظ تعطيل الانتاج ده بينهي كل الاضرابات العمالية، لو هو قانون يعني كمل معانا يبقى هو عامل القانون المادة دي عشان ينهي كل الاضرابات العمالية. كلمة 10 اشخاص اللي موجودة في كل المواد، ما قدرش يفرق ما بين الوقفة وما بين المسيرة وما بين الاجتماع وما بين الموكب. التفاصيل دي كلها، كله 10 اشخاص 10 اشخاص. فلو اي 10 اشخاص كانوا في فرح وخارجين واقفين قدام القاعة، اقدر اقول ان هم كده عاملين وقفة اقبض عليهم، معهمش تصريح. 10 اشخاص قاعدين في نادي بيتكلموا، 10 طلبة قاعدين في كافيتيريا بيتكلموا في الحياة العامة، اقدر اقبض عليهم بمنتهى السهولة. المفترض ان انا احط ارقام اكبر من كده بكتير واحط حدود اكتر من كده بكتير. ما اقدرش اقول ان دي مظاهرة الا لما تكون 500، ما اقدرش اقول ان دي مسيرة لما تكون مثلا 300 250، ما اقدرش اقول ان ده اجتماع محتاج تصريح الا لو كان مثلا 100 150 واحد هيجتمعوا، لكن 10 15 20 50 دي كلها ممكن واحد في بيته يجيب 50 حد يقعدوا مع بعض يلعبوا بلاي ستيشن ولا يعملوا اي حاجة، فاقدر اقول ان ده اجتماع كده، او يقعدوا في جنينة برضو اقدر اقول ان ده كده تجمهر واقبض عليهم. يعني الحاجة اللي اخطر من كده برضو في المضمون، ان وزير الداخلية هو اللي من حقه يعمل ده، مش قاضي الامور المؤقتة. هم قايلين ان في قاضي للامور المؤقته هو اللي بيتحكم في المسيره، هو اللي بيطلع له كل الاجراءات، هو اللي بياخد القرارات النهائيه، لكن هو هنا مدي الوزير الداخليه هو اللي يحدد دوت، وممكن يبلغك قبلها بساعات بسيطه جدا الغي المسيره ديت، فما تقدرش تبلغ الناس، فكل الناس اللي هتنزل يتقبض عليها. الحرم اللي عايزين يعملوه للمنشات مش محدد المنشات بدقه وسايبها مفتوحه جدا وفضفاضه، فممكن اي منشاه يبقى هو كده من حقه يعمل حرم، ولو عمل حرم كبير يدخلك في دايرة اسم تاني غير الاسم اللي انت هتنزل تتظاهر فيه. فلو هتنزل قدام مجلس الشورى انت عايز تاخد تصريح من ايه؟ من عابدين، لكن ميدان التحرير ده من قصر النيل، فلو عمل لك الحرم 500 متر يبقى انت كده هتنزل في منطقة غير المنطقة اللي موجود فيها المؤسسة اللي انت بتتظاهر ضدها. هو طبعا متغول جدا على حق المسيرة والتظاهر، فبالتالي هيستحيل ان انت تعمل اعتصام او يستحيل ان انت تقيم منصات عشان تهتف من خلالها. كل الامور ديت هي بتمنع الحق، مش بتحدده ولا بتنظمه. الحاجه الاخطر من كده ان هو حاطط عقوبات قويه جدا وصارمه على المخالفات اللي هتتم من الناس اللي بتشارك في المسيره او في المظاهره او المنظمين او الداعين ليها، في حين ان هو ما حددش ادنى عقوبه على الشرطه لو خالفت حدودها اللي موجوده في القانون، ودي حاجه في منتهى الخطوره. ان هو حاطط لها تدرج في فض الاعتصامات، لكن مش حاطط لها لو هي خالفت التدرج دوت ايه اللي ممكن ينزل عليها. النقطة تاني الأخطر من كده ان هو بيقول احنا عايزين الاخطار ده عشان وزارة الداخلية تأمنكم وتمشوا في امان وكده. طب اذا كنت انت هتأمن المسيرة او المظاهرة، لو ظهر في المسيرة او المظاهرة دي حد عمل حاجة مخالفة، مفترض ان انت تخش تقبض عليه، او المنظمين المسيره ياخدوا الشخص ده يخرجوه لك بره زي ما كنا بنعمل في 25 يناير وما تبعها من موجات، ويخرجوه لاقرب مدرعه او اقرب حد يسلمه ليه من الداخليه او من الجيش، على اساس ان الجيش كان بيامن ساعتها ويسلمه له. طب لو انت بقى بتقول لي لا ده لو حد عمل حاجه انا هفض بقى المظاهره بالكامل، فانت ممكن تجيب لي 2 او 3 تدسهم جوه المظاهره يعملوا حاجه على ما احنا نخرجهم من المظاهره تكون انت ضربت كل اللي موجودين في المظاهرة. فكل دي اعتراضات شكلية وموضوعية على القانون. اما بقى الناحية السياسية، فاحنا شايفين ان القانون معمول عشان يشغل الناس عن الحاجات الخطايا اللي موجودة في الدستور اللي بيتناقش دلوقتي واللي بيتصوت عليه. الناس اللي معترضة على مواد زي المحاكمات العسكرية وغيرها وعايزة تنزل ضدها، فهو كده هيمنع النزول ضدها. 25 يناير وتجهيزاته والنزول، الناس في الذكرى بتاعت 25 يناير اللي جاية ازاي هو يقدر
يقدر يحد من ده ويمنعه، ازاي يقدر يغازل الاحزاب، وازاي يقدر يحرك شباب الثوره بان احنا دلوقتي عندنا فزاعه الاخوان فاحنا عايزين نعمل القانون ده ليهم. فلو شباب الثوره وافقت يبقى كده شباب الثوره ضحت باعظم مكتسب من مكتسباتها اللي هي دفعت فيه دم عشان تحصل عليه في 25 يناير. ولو رفضت ونزلت يبدا يشوههم في الاعلام ويقول دول مش عايزين استقرار والدوله والناس تعبت والناس زهقت وكذا 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 وكذا. فاللعبه السياسيه من وراء القانون ده هي اخطر من اللعبه القانونيه، ده من وجهه نظرنا في اتحاد شباب الثوره.